منذ أيام قليلة وقعت كل من روسيا وأوكرانيا اتفاق لإعادة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. هذا الاتفاق تبعه ارتياح الحقيقي دولي لقرب انفراج الأزمة الغذائية بشكل أو بآخر، واللي تسببت في تجويع ملايين من البشر حول العالم، خاصة من دول العالم النامي أو إفريقيا بشكل أكثر تحديدا. لكن فرحة الاتفاق الجديد لم تدم طويلا بسبب القصف الصاروخي لميناء أوداسا الواقع جنوب أوكرانيا. هنتكلم في هذه المواجهة لهذه الليلة عن أزمة الغذاء اللي بتضرب دول العالم. هل قصف ميناء أوداسا هيأثر على الاتفاق الروسي الأوكراني لإعادة تصدير الحبوب تحديدا، وأن كل التوقعات حتى التوقعات الروسية أنه بداية تصدير الحبوب مرة أخرى من الموانئ في البحر الأسود للعالم من المفترض أنها تبدأ هذا الأسبوع. ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور محمد دباغة، أستاذ التمويل والاستثمار، هنلتقي به بعد قليل. أيضا هيكون معنا عبر سكايب من الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ أمجد عطية المحلل الاقتصادي، بالإضافة إلى مراسلنا من موسكو الزميل حسين مشيك. لكن في البداية خلونا نتابع هذا العرض المعلوماتي عن أزمة الغذاء العالمية واتفاقية ممر الحبوب الآمن.